احنا كنا خايفين من رمضان شوية، جت الحكاية قبل رمضان وربي يقبل الخير وإن شاء الله هذاك حد البلد. مرة أخرى نترحم على شهداء الوطن عبر تاريخ تونس وآخرها من مولاد المول في رمضان الخضراوي النقيب منعم الغرسلي العائلة أول أيمن مسعودي، وإن شاء الله يصبرنا كتونس ربي يصبر عائلاتهم. شهداء جدد، أيتام جدد، عائلات مجروحة جديدة، وين ماشيين الله رسول الله. على فكرة بكل احتراز نسوق المعلومة هذه، توا كنت نحكي مع شكون في سيدي بوزيد يقول لي ثم ناس تحكي على لحية اصطناعية. كيفاش سي فيصل؟ كيفاش؟ بكل احتراز المعلومة هذه نسوقها، توا كنت نحكي مع شكون في سيدي بوزيد ثم معلومات تتداول على وجود لحية اصطناعية. في سيدي بوزيد. اي في البلاصه بيدها. بي واحد ولا قلبه واجعه برشا، معناتها الحكايه كبرت والفاتوره غلات واحنا ما عادش فاهمين حتى شيء. يعني بالنسبه لي انا كفيصل سليمي من بعد اللي وقع لي راهي ولات عندي ضبابيه برشا شكون الارهاب، شدوا واضحين، مع اني متاكد انهم هذا ما يكونوا كان اعداء تونس واعداء الوطن. هذا اللي حاجه ما عنديش شك، وراهم ما عندهم حتى علاقه بالجنسيه التونسيه وما عندهم حتى علاقه بك روح التسامح اللي احنا تونس تربينا عليه عبر التاريخ. شنبدو واضحين زاد لو كان باش نحكوا على قانون الارهاب وقانون حمايه الامنيين، اذا كان ماناش ناخذوه بموضع الجديه راه مش الفايده انا نكتب ورقه ونعدوها. الارهاب معناتها ولا فينا في داخلنا. الارهاب ما عادش حكاية تجبال وحكاية مناطق داخلية لا لا، الإرهاب هو السوق السيد هو اللي يدور في وسطنا، هبط حتى البردو، هبط حتى العاصمة، هبط توا في سيدي بوزيد، ماهيش منطقة حدودية لو باش نبدو واضحين. ولذا بالنسبة لي أنا كنائب على الشعب وأعيد خطورة هل معناتها الإرهاب هذا اللي يزعزع كيان دول واللي يهدد حياتنا التوانسة الكل. راهو الارهاب اليوم اللي قاعد يعمل فيه يظن براه مخالف القانون، وراهو كي يجي باش يعمل عمليه ماهوش شقل القانون. ولذا اليوم المعالجه تتم معالجه شامله تنمويه ثقافيه تربويه شويه زاده، ما نكذبش عليك ثم حس وطني نقص لدى بعض التوانسه. هذا راهو ما يتباعش بالفلوس وما يتكتبش في اوراق. ثم زاد اللي احنا ما عيناش باش نستعرفوا بيه كتوانسه، على خاطر ما عيناش باش نحطوا صبعنا على الداء. مش الفايده في الحديث، راهو اليوم راهي ظاهره ارهاب، راهي ناس قاعده تموت، راهي عباد قاعده تتيتم، راهي عائلات قاعده تبدا تتحرق. خويا راه معظوم البارح قلنا عليهم يترينوا في الجبل ينحوا في الكوليسترول. فوالا. لكن نهار اللي وقع في داري انا امنيه مهبوله طلعت ماهيش مهبوله، الاخر اللي هز السلاح ودز على اصحابها الكل يفلق فيهم على بعضهم العاود، احنا رو ما نشكوش في اولادنا في حد شيء. خلينا نعالج الظاهره. بالنسبه لي انا كنائب على الشعب قانون الارهاب نحب الفصل الاول نتاعها ايش يكون هذا باش نحن نقاوموا الارهاب. يا خويا فيصل تبيني كنائب على الشعب الحصانه نتاعه راهي ما تحصلنوش، ما يلزمهاش تكون سلاح ضد مقاومه الارهاب. انا ايش طالب؟ الفصل الاول ترفع الحصانه اليا على كل من له حصانه مهما كان نوعها، كل من يشبه بحر جزائي في علاقه بالارهاب. قدام الارهاب الناس الكل سواسيه، قدام الارهاب الناس الكل تحاسب، قدام الارهاب الناس الكل نحو اي امتياز عندنا باش يمنعنا باش نعطوا كلمتنا ونتحاسبوا اذا كان عندنا علاقه بالارهاب. انا ما قلتش الكلام هذا. ليك تقول يرفع الحصانه على كل من شكون؟ الحصانه على شكون؟ مش على مواطن تونسي. انت على كل من له حصانه، ما يظهر لي ماكش قاري القانون اختي. ما نخليو كل واحد واختصاصه سي فايس. اي الحصانه برا تو كي تسال عليها شكون تو يقول لك راهي الحصانه تشمل حتى من الوزراء حتى من القضاه حتى من النواب تشمل الناس كل راهو. انا نحب نهار اللي نحبوا نقاوموا الحصانه على الارهاب. يا خويا اليوم الناس تلوش امتيازات وفي منح واللي راه في برشا حوايج
وتحب على اولويه بالله اعطي اولويه واطلع معنا، اطلع معك الجنود للجبل اطلع معك ولذلك. وهذوما دعاة حقوق الانسان وما نعرف شنيا ويحب على حقوق الانسان، وفما انا سميتهم تجار حقوق الانسان باحترام للشرفاء اللي فيهم. بربي شنو رايكم في السيد اللي مات في عز عمره وخلى ستة صغار؟ شكون باش يعيشهم الستة صغار؟ سيرتو ان هذه رسالة نوجهها الدولة التونسية ويا توانسة، راه ما نجموش نشجعوا الامني والجندي باش يقدم ويقاوم الارهاب وقت اللي هو عاز بنهار اللي يموت 12 شهرية على والديه اللي عمرهم كان اللي يجروا عليه. اليوم راهو في عائلات نتاع شهداء من الجيش ومن الامن ورغم معناتها اولادهم وعائلاتهم اليوم في حالات مزرية، وثم شكون اللي مجاريح ومعناتها وعند معاهات مستديمة وما والدولة ما هيش معناتها ما تلهتش بيها. فهمتني؟ فهمتني؟ ولذا اليوم راهو باش نقاوموا الارهاب علينا ان نكون الناس الكل سواسية قدام المحاسبة القانونية قدام الظاهرة دي مهما كانت صفتنا. وعلى فكرة نتمنى الشفاء العاجل لثمانية مدنيين وثلاثة أعوان والجندي، وإن شاء الله إن شاء الله ما يقولونناش غدوة أكل إرهابي زيد مات، إن شاء الله يتلهو بيها على قاعدة. يا أخوي أعطيه أولوية، خليني نخدم عنده حاجة أولوية، خلي يقولنا كلمة شكون اللي وراه، رانا تعبنا ما عادش فاهمين، ما هوش معقول اللي قاعد يصير في بلادنا. وزادة على المسيرين في تونس أن نزاد يكون شوية رؤية وشوية وضوح. اليوم تزامن الضربة هذه مع إلغاء قانون المصادرة مع الطرح حركات الاحتجاجية في بعض الجهات من أجل مطالب تنموية، ولي تطرح أكثر من سؤال. ولذا بالنسبة لنا نحن ما نشكوا في حد شيء، احنا اليوم مسؤولين في دولة، اليوم نواب، اليوم احنا قدامنا قوانين معناتها باش تعاون على استقرار البلاد، ما فيها باس زادة حتى في الأمور الاقتصادية، حتى في الأمور الاقتصادية زادة احنا عدينا آخر مرة قانون سرقة للشعب التونسي، ونتحمل مسؤوليتي في الكلمة هذه باسم تنمية الصادرات، سرقة ناخذ قروض باسم الشعب التونسي ونحطوها في جيوب الميسورين في تونس، وهذه نتحمل مسؤوليتي فيها. وأنا قلت فيها كلمة نتاع المعري، يسوسون البلاد بغير عقل فينفضوا أمرهم ويقولون أساس. اليوم البلابلا اللي راه فيه والناس اللي قاعدة تموت وعباد تتحدث، تحملوا مسؤوليتكم. راهي التنمية في الجهات الداخلية تعاون على مقاومة الإرهاب، راهو العدل بين الجهات وبين الأفراد في تونس في تمليت في اقتسام الثروة الوطنية، راهي تعاون على مقاومة الإرهاب والنزوح. اليوم لابد من مراجعة كلية للمنظومة التربوية، الثقافة ديس اللي وحنا وهمناها وولينا نعيش وكان على شكون يرقص على طارب وفلس. اليوم الثقافة والتعليم والتنمية والجماعة الكل، راهي المنظومة الشاملة هذه مع بعضها، وما نجموش نحكوا على أمن قومي مثل ما نحكوا على أمن غذائي. اليوم الإرهاب قاعد يلقى امتداد ليه في المناطق الداخلية ذات الاقتصاد السلاحي، في الأحياء الشعبية اللي ولادها نازحين من المناطق اللي هي في ذات اقتصاد فلاحي. اليوم فرغنا القرى والأرياف الكل وخليناها للإرهاب بسبب تهميش القطاع الفلاحي، والناس الكل هبطت. راهو يا ولادي افهموا، راهو في الستينات ما عندناش هيك الأحياء الشعبية هذيك الكل. نهار اللي خرج الاستعمار خلينا من أعز ما يوجد من الأراضي الفلاحية وخلينا فيها فيرمات كبير. اليوم ولات خراب. اليوم على الدولة أنها تتحمل مسؤوليتها وتصارح الشعب، صارح التوانسة، صارح التوانسة بحقيقة الإرهاب هذا وشكون اللي يقف وراه. أنا اليوم وليت نشكوى أن اليوم الإرهاب يتغذى من فساد الماليين في تونس، مع أنني ديما نقول الإرهاب ظاهرة عالمية، أما كيفاش دخلنا نحن في تونس؟ تعالى نعيش مع بعضنا يا رسول الله، على كثرتنا نحن تعالى نعيش مع بعضنا، كي نعرفوا بعضنا، أنت كل واحد يعرف الأخر. وصلنا نحن لا درش عنا عشرات الالاف من الملايين من مواطنين تي كعبتين وكعبه،